السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نشتغل ابليكيشن عن درس الالجبريك اكسبريشنز. بهذا السؤال عطيني اكسبريشن سميها اي اوف اكس بهذا الشكل، هيدي الاي اوف اكس. اول سؤال بنمبر 1 عم بيقول لي develop and reduce e of x then solve e of x equals 60. فاذا اول شيء بدنا نعمل develop and reduce، بدنا نضل متذكرين انه develop هي ذاتها expand، هي ذاتها simplify، هي ذاتها reduce، يعني أنا بدي أخلص من البارنثيسز، بدي أعمل expand أو بدي أعمل develop. هلا هون إذا بننتبه عندي هذا أول تيرم من الإي، هذا تاني تيرم، وهذا تالت تيرم. أكيد أنا بدي أعمل expand يعني بدي أخلص من البارنثيسز. أول تيرم مبين على تاني remarkable identity، هي a minus b quantity square اللي هي بتساوي a square minus 2ab plus b square. فإذا هذه القاعدة اللي بدي طبقها، فإذا حتصير 4x كلها square لأنه 2x عملتلها square minus 2ab، يعني حتصير minus 2 times 2 4 times 5 20x، هذه هي minus 2ab plus b square اللي هي 20 بهذا الشكل. هلا بتاني ترم في عندي 2x minus 5 مضروبة ب 7 minus x وقبلن في minus، فإذا لحط الماينس، الماينس رح نزلها، ولكن بمجرد إنه عندي ماينس، الماينس لكل هودي الاثنين مضروبين ببعض، فإذا أنا لازم أفتح parentheses وهلا ببلش عملية المالتيبليكيشن. لحتى أبلش بالمالتيبليكيشن أكيد بدي أشتغل by distributivity، يعني بدي أضرب الأول مع الأول والأول مع الثاني، بعدين الثاني مع الأول، بعدين الثاني مع الثاني، يعني بدها تصير بهذا الشكل. 2x times 7 هي 14x، بعدين 2x عم بضربها مع minus x هي minus 2x square. هلأ الثاني مع الأول يعني minus 5 times 7 هي minus 35، بعدين minus 5 times minus x اللي هي plus 5x بهذا الشكل. نوصل لآخر ترم اللي هي x، بدي أضربها مرة بال5 ومرة بال minus 2x، فحتصير plus 5x minus 2x square بهذا الشكل equal 4x square، حنزلها مثل ما هي minus 20x plus 25. هلأ هون عندي parentheses، ولكن هذا البارانثيسيس فيه قبله ماينس، نحن بنعرف انه بس بارانثيسيس يكون فيه قبله ماينس بقلب اشارات كل اللي قبله، يعني مثلا 14x اشارتها جوا بلس مش موجودة، يعني بلس فحتصير ماينس، يعني حيصير عندي ماينس 14x بلس 2x سكوير بقلب كل الاشارات بلس 35 ماينس 5x، واكيد هذه الارقام بدي انزلها مثل ما هي لانها مش موجودة بالبارانثيسيس، يعني plus 5x minus 2x square بهذا الشكل. هلا باقي الشغل هو reduce، يعني وين عندي x square؟ for example عندي 4x square plus 2x square، فاذا لحديت هلا عندي 6 minus 2 اللي هي 4، فاذا 4x square. بالنسبه للx في عندي minus 20 minus 14، يعني عندي لحد هلا minus 34، وهيدي وهاي بيروحوا مع بعض لانه minus 5x plus 5x يعني minus 34x. وبالنسبه للنمبرز اخشي الارقام، عندي plus 25 plus 35 plus 60، فاذا plus 60. هيك بكون عملت expand and reduce للي. بتاني بارت من السؤال عم بيقول لي solve e of x equals 60. أكيد نحن ما نعرف إنه بس يقول لي solve أي expression بتساوي number، فإذا أنا بدي أخذ the expanded form لهيدي the expression، فإذا e of x equals 60 بأخذ the expanded form لل e اللي هو هذا اللي طلع معي هلا، فإذا 4x square minus 34x plus 60 equal 60. أكيد دايما بس يسألني هيك سؤال بده يكون هذا الرقم موجود بواحد من الإكسبرشنز للإي،
إذا بننتبه هاي 60 وهاي 60 حيروحوا مع بعض، لأنه هاي بلس 60 والبلس 60 هيدي إذا إجت لون حتصير ماينس 60 فبيروحوا مع بعض. يعني بالنتيجة حيضل عندي 4x سكوير ماينس 34x إيكوال 0. طيب صارت إيكوال 0، إيكوال 0 يعني لازم تكون إن فاكتورايزد فورم، فإذا أنا بدي أرجع أعمل فاكتورايز لهذا الشكل. أكيد مبين الفاكتورايز هون إنه على الكومن فاكتور في شيء كومن هون اللي هو الإكس، أو كمان فيني آخذ الـ 2X الاثنين بيزبطوا. خلينا ناخذ الـ 2X بفتح بارانثيسز، دايما بس آخذ كومن بفتح بارانثيسز 4X سكوير، إذا قسمتها على 2X حيضل عندي 2X، هاي الماينس رح نزلها 34X على 2x، حتروح الاكس مع الاكس حيضل عندي 17 equal 0. هلا بدي اعمل solve لهيدي، شغلتين مضروبين ببعض equal 0، فاذا بدي حط اول quantity equal 0 or هيدي ال quantity equal 0، يعني حيصير عندي بهذا الشكل 2x equal 0 يعني x equal 0 over 2 اللي هي x equal 0 or 2x minus 17 equal 0. نبعث 17 لبعد الإيكوال حيصير عندي 2x equal 17 as a result x equal 17 over 2. هيك بكون عملت solve لهذه الإيكواشن اللي عم يسألني عنه. هلأ برقم 2 عم بيقول لي factorize e of x then solve e of x equal 0. طيب بدي أعمل factorize، أكيد ليه بدي أرجع أكتبها، فإذا e of x خليني أرجع أكتبها هون، هي 2x minus 5 quantity square minus 2x minus 5 into 7 minus x plus x into 5 minus 2x. أكيد نحن عنا factorize وعندي هون هذا أول term، تاني term وتالت term. دايما بدي فكر بالcommon، الشيء المشترك بين هودي الثلاثة. هلا اذا مثل ما بننتبه هون عندي 2x minus 5 باول ترم، بتاني ترم كمان في 2x minus 5، ولكن بتالت ترم في 5 minus 2x، فاذا هون انا بدي اقلبها، يعني ال minus 2x بدي اعملها plus وال 5 كمان، فاذا حتصير 2x minus 5 سكوير مثل ما هي، كمان تاني ترم مثل ما هو 2x minus 5 into 7 minus x، إنما تالت ترم بدي أعمله 2x minus 5 قلبته، هيدي الأكس ما إلي علاقة فيها بنزلها مثل ما هي، إنما بس أقلب هذا الترم بقلب الإشارة اللي قبل، يعني هاي البلاس حتصير minus. هلأ بالفعل بيّن الكومن اللي عندي واللي هو 2x minus 5 موجود بالكال، موجود هون هذا أول ترم وموجود بتاني ترم وموجود بتالت ترم، فإذا لح أخذ هذا الكومن 2x minus 5 بين parentheses، تلقائيا بدي افتح parentheses، بس لانه هون الكومن في اكثر من ترم فلازم افتح براكت وببلش عملية القسمة، فاذا هذا اول ترم بدي اقسمه على الكومن، هذا الترم عليه power 2 يعني في منه 2، فبتروح وحدة منهم مع 2x minus 5 بضل عندي 2x minus 5. هلا بنوصل لعند تاني ترم اللي هو هذا، بتروح 2x minus 5 مع 2x minus 5، بضل عندي اول شيء إشارة الماينس، هاي الماينس بدها تنزل، وبضل عندي 7 minus x بنقولها مثل ما هي. بنوصل هلا لثالث ترم اللي هو هذا، اول شيء إشارة الماينس رح تنزل، 2x minus 5 مع 2x minus 5 راحت، حيضل عندي بس x وبسكر البراكت بهذا الشكل. فإذا هنكف الكومن فاكتور بضل اكتبه مثل ما هو 2x minus 5، براكت تلقائيا بصير parenthesis بيقعد سطر واحد، وجوا بدي اخلص من البارانثيسز، يعني حيصير عندي 2x minus 5 هلا parenthesis قبله minus فحيقلب اللي جوا، يعني minus 7 plus x و minus x مثل ما هي، حيصير بالنهاية 2x minus 5 plus 7
plus x minus x راحوا مع بعض بضل عندي 2x minus 5 minus 7 اللي هي minus 12 بهذا الشكل. فينا نكفي أكيد ناخد بعض common factor هون اللي هو 2 وفيني وقف إذا وصلت لهون أكيد أنا أخذت عليهم السؤال، ولكن فيني كفي لأنه إذا ما كفيت هلأ بدي كفي بعدين. فخليني أخد common factor اللي هو مبين علي إنه هو 2، هذا حتصير 2 هذا الشكل ما إلي علاقة فيه ما تدخلت فيه، فبكتبه مثل ما هو 2x minus y. هلأ ببلش عملية الديفجن 2x على 2 حيضل عندي بس x، 12 over 2 حيضل عندي 6، فإذا هذا هو الفاكتورايزد فورم of E. ولكن بنفس السؤال عم بيقول لي solve E of x equal 0، بنفس السؤال عم بيقول لي solve E of x equal 0. أكيد نحن بنعرف بس يقول لي solve equal 0 فبدي أخذ الفاكتورايزد فورم، فإذا هلأ بدي أكتب إنه E of x equal 0 معنات هذا الحاكي إنه 2 into 2x minus 5 x minus 6 equal 0. ثلاث شغلات مضروبين ببعض equal 0 يعني كل واحدة منهم بدي أحطها equal 0، ولكن هون عندي 2 نحن بنعرف إنه 2 منا 0 فما في داعي أحطها، يعني 2x minus 5 equal 0 or x minus 6 equal 0 يعني 2x equal 5 يعني x equal 5 over 2 اللي هي 2.5 فيني اتركها، والx equal 6 بهذا الشكل. هيك بكون عملت solve لل e of x equal 0. خلينا نكفي السؤال بنمبر 3. عم بقول لي consider the figure below، هيدي الرسمة اللي عنا إياها. عم بقول لي عنا a square ABCD of area A1، هذا ال ABCD هو square الاريا اللي له سميها A1. rectangle EFGH of area A2، هذا سميه له الاريا A2. triangle GIF of area A3 where X is a real number. وعم بقول لي the unit of length is the meter. ببارت A عم بقول لي express in terms of X يعني مش كأرقام، in terms of X each of the areas A1 A2 A3. طيب خلينا نشوف نحن هون شو عم بقول. هو قال لي انه الـ ABCD is a square يعني الـ area لإله، نحن بنعرف انه الـ area للسكوير هي side to power 2 أو side times side. طيب ما هو عطيني طول الـ AD هذا الخط 2x minus 5 وعطيني الـ AB 2x minus 5، ما كان في داعي أبدا يعطيني الخط الثاني، بمجرد قال لي square لحالي بدي أعرف أنه كل الخطوط قد بعض. فإذا بدي بلش بالـ area للسكوير Part 3A ما برجع بكتب له area للسكوير لأنه هو عطاها اسم، الاريا للسكوير سميها A1 فإذا أنا بدي سميها A1 اللي هي أنا بعرف إنه هي side power 2، فإذا طول الخط عندي 2x minus 5 بحط power 2 بهذا الشكل. هيدي هي الـ A2 هي الاريا للريكتانجل وانا بعرف انه الاريا للريكتانجل هي length times width، فاذا رح اكتب الرول انه هي length times width يعني الطول ضرب العرض. طيب هذا الريكتانجل هذا العرض اللي هو عطيني اياه 7 minus x وهذا الطول كمان عطيني اياه 2x minus 5 بس بضربهم ببعض فقط، فاذا حتصير 2x minus 5 بين parentheses أكيد مضروبة ب 7 minus x. ما في داعي أني أعمل expand لهذه الأشكال، أولا لأنه ما طلب مني، تاني شيء الأفضل بس يحكيني عن area أنه يخليها in factorized form. هلأ بنجي للتريانجل اللي سميله الاريا A3، أكيد هذا التريانجل حطتلي عليه إشارة right angle وقال لي أنه هو right triangle، فإذا الاريا لإله هي base ضرب height over 2، إذن base times height over 2
كيف بنعرف البيس والهايت؟ محل ما في 90 ديجري واحد منهم بيكون البيس وواحد الهايت. فإذا عندي البيس 2x والهايت اللي هو هذا هو الهايت واللي هو قد الـ EH. فإذا الـ EH 2x minus 5. فإذا هذا الخط الثاني اللي عم برم عليه. فإذا الـ area حتساوي 2x تايمز مضروبة بالهايت اللي هو 2x minus 5 كلها over 2. بالنتيجة فيني اختزل هيدي الـ 2 مع هيدي الـ 2، فإذا حتطلع الـ area x into 2x minus 5. فإذا هيدي هي الـ A3. فإذا الـ A1 هي هاي والـ A2 هي هيدي والـ A3 هي هاي بهذا الشكل. خلينا نشوف اخر سؤال عم يسالني اياه. اخر سؤال عم بيقول لي كالكوليت اكس، احسب لي الاكس مع العلم انه a1 equal a2 plus a3. يعني احسب لي الاكس اذا مساحه سكوير بتساوي مساحه الريكتانجل والتراينجل مع بعض. فالشيء اللي بدي اعمله بدي اكتب اول شيء الجيفن اللي عاطيني. اذا نحن هلا ببارت 3b قال لي انه الـ A1 is equal to A2 plus A3. طيب خلينا نعوض هودي المساحات بالفاليو لإلهم. الـ A1 هي 2x minus 5 square equal الـ A2 اللي عطاني إياها هي 2x minus 5 into 7 minus x plus A3 اللي هي x into 2x minus 5. أكيد لا أقدر حل هذا النوع من الايكويشنز، بدي هذا الترم جيبه قبل الايكوال، كمان هذا الترم جيبه قبل الايكوال، فبالنتيجة حيضل عندي ايكوال 0. يعني حيصير عندي 2x minus 5 quantity square minus، لأنه الإشارة هون مش موجودة يعني plus، فأعطيني ميلي حتصير minus 2x minus 5 into 7 minus x، كمان هيدي ال حتصير minus، يعني minus x into 2x minus 5 equal 0. أكيد بما أنه صار عندي equal to 0 يعني أنا بده يكون عندي هذا in factorized form، فبدي أعمل factorize لهذا الشكل. أكيد factorize ببين هون أنه على common factor، ولكن إذا انتبهنا شوي زيادة رح نلاقي أنه هذا الشكل اللي لازم أعمل له factorize هو بالفعل انا عملت له فاكتورايز، لانه هذا الشكل هو كانه الاي اوف اكس اللي كان عاطيني اياه باول السؤال. هذا الشكل هو ذاته هذا الشكل، وهو طلب مني ببارت 2 اني اعمل له فاكتورايز. فاذا انا عامل له فاكتورايز مسبقا، عملنا الفاكتورايز هون، فاذا ما في داعي ارجع اعيد الفاكتورايز، ما انا عاملها للفاكتورايز ومخلص. احيي الفاكتورايز، هذا طلع الفاكتورايز فورم للاي، فباخذ هذا الشكل من اول مره. فاذا محل هذا الشكل لاحظ الفاكتورايز فورم للاي اللي هو 2 انتو 2x minus 5 انتو x minus 6 equal 0. يعني كل واحد منهم حيكون equal 0، يعني 2 اكيد ما في داعي اكتبها لانه بعرفها مش صفر. 2x minus 5 equal 0 or x minus 6 equal 0. يعني as a result x is equal to 5، يعني x equal 5 over 2 x equal 6. أكيد هو قال لي بالسؤال إنه ال x هي in meter، فإذا x equal 6 meter or 5 over 2 هي 2.5 متر بهذا الشكل. هيك بنكون حلينا كل هذا السؤال.